فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أدرس أبنائي في مدارس الصوفية حيث لا يوجد غيرها في بلدي، ويدرسونهم هناك أن الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك، وأنا قد درست في هذه المدارس وأعرف ما فيها، فهل يجوز أن أدخلهم فيها؟ لا، لا يجوز أن تدخله في مدارس الشرك والبدع والعقائد الفاسدة. لا، درسه أنت ما تعرف، درسه ما تعرف ويكفي هذا. ولو إن كان البلد فيه من المسلمين جماعة، لو فتحتم مدرسة خاصة بكم بأولادكم، فهذا هو الواجب عليكم. نعم.